وهذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه نزلت لسبب، لأنه قال بعدها: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كيف لا جناح عليه، لا إثم عليه أن يطوف بهما؟ ولذلك قال عروة كما في الصحيحين، قال لعائشة رضي الله عنها: ما على من لم يطف بين الصفا والمروة من حرج ولا ضرر، ما عليه ضرر. قالت: ولما؟ وفي رواية: بئس ما قلت. قال: لأن الله عز وجل يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت: لو كان كما قلت لكانت الآية: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم بينت السبب في ذكر هذه الجملة من الآية، قالت: وإنما كان الأنصار يهلون لمناه في الجاهلية، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فنزلت هذه الآية. وقيل في نزولها، وقيل في نزولها من أن الله عز وجل ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فبين هنا مشروعية الطواف الذي هو السعي بين الصفا والمروة. وما يذكر من أن هناك صنمين، إساف ونائلة، على الصفا والمروة، وكانوا يتعبدون لهما، هي وردت في رواية عند البخاري من أن هناك صنمين في الصفا والمروة، إساف ونائلة. الذي أريد أن أبينه من أنه لو قرئ من أن إساف ونائلة من أنهما رجل وامرأة زنيا عند الكعبة فمسخهما الله عز وجل إلى صنمين، ثم إذا بقريش عبدت هذين الصنمين في الجاهلية، فهذا لا دليل عليه ولا يعول عليه. فالشاهد من هذا أنهم لما تحرجوا باعتبار ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الطواف بينهما تقربا إلى هذين الصنمين، تحرجوا بعد الإسلام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية لكي يرفع الحرج عنهم.